مع الأسف فقدنا الأنسي فوزا. أنا ما بقدر خبر اسكندر الكبير، أنت قل له يا أستاذ. قديش سريع وصول كتاب إخلاء السبيل تبعي؟ ما إجيت مشان هيك سيدي. أنا طالع، أكيد في بيناتكم حديث. شوفي، رتبت أمورك سيدي؟ مدير السجن مهتم شخصيا بوضعك الصحي. شكراً كتير. طلبنا منه يكون أكلك خالي من السكر. يمكن هاليوم ما يكون منيح عليك، بس يا محامي، انت هون مو لحتى تخليني طول بالسجن، انت هون لتطالعني بسرعة. ما تقلق من هالناحية أبداً. قلي شلون سكرك؟ لو مارق على المشفى ومحلل. هلأ انت جاي لهون لحتى تسألني عن السكر؟ انت المحامي ولا الدكتور تبعي؟ سيدي، صار شي مؤسف كتير. شو اللي صار؟ صعب علي إني أقول. مع الأسف فقدنا الأنسي فوندا. شو هي يعني فقدنا الأنسي فوندا؟ المرحومة ماتت بهجوم صار على بيتكم. مين قتلها؟ تدبر. معلم، البنت تقوصت وكاظم ما انتبه انه اللي قوصت بنت قام قوص. مين اللي قالكم روحوا لهنيك؟ وصلتنا اخبارية معلم انه اسكندر قاعد هنيك. من مين وصل الخبر؟ انا شو عرفني معلم؟ ليش بتروح على محل ما بتعرف مين قالك عليه ميماتي؟ معلم، النتيجة طلع المحل مزبوط. ميماتي مو اسكندر اللي مات، بنته. معلم، وإذا ماتت شو منعمل؟ أول مرة بيموت حدا؟ لك أنت بتعرف شو عم تقول؟ معلم، أنا كمان زعلت، بس اللي صار حادث. أنا عطيت وعد لاسكندر، قلت له قبل ما موت أنا بنته ما بتموت. قمت أنت رحت وقتلت البنت؟ شو يعني عطيت وعد لاسكندر معلم؟ لألد أعدائنا؟ اسكندر إجا لعندي وقال لي بنتي أمانة عندك، أنا رح أعطيك عنوان وإنت بتروح بتقتلني وبتقتل فيلر والإسرائيلي وداود ورضوان، كل اللي بدك ياهن موجودين بهالاجتماع. معلم، لا تصدق هذا السافل. إذا كان سافل ولا لا، أنا وعدته للزلمة يلي بيرجع بكلمته شو بيكون؟ معلم، لو نعرف انك عاطي كلمة ما كنا رحنا لهنيك. قلت لك خلينا نرجع سوا وبلا ما تفوت بدهاليز الدولة. هاي الدولة لعبة لتلعب فيها؟ معلم، خدني سلمني بإيدك لاسكندر يقوص براسي وياخد بتاره، هو يخلص وانت تخلص. عبد الحي قوص عمك وما صار هيك. قوصوا عن قصد معلم. انا ما قلت كاظم عمل شغلة منيحة، بس صار اللي صار. شو هي أوامرك توجيهاتك سيدي؟
طلعاني من هون فورا. لسه في شيء ما بعرفه؟ لا معلم، من هلأ ورايح بدك تترك شغل الدولة. نترك الدولة بلا صاحب معلم؟ خلص معلم، خلص بطلت، خلصت وراحت. معلم الحقيقة في شغلة تانية، بس إذا بقلك ياها يمكن يبقى علي ميماتي يتيم. قول يا ميماتي، قول، احكي ولا تأكل هم، أنا بربي علي ميماتي. إجت إخبارية تانية معلم، الحقيقة يمكن تفرح على هاي. قال في سافل بالمنظمة بالجناح السياسي، صدقي هيك شغلة يعني. قزلطاش هو؟ قال عم يغسل دماغ الأولاد، طبعا بالمقابل فجرنا راسه. قتلت صدقي قزلطاش يا ميماتي؟ صحيح. ميماتي بتعرف انه هذا الزلمة دخلوه الختيارية على المنظمة؟ لا تقولها معلم. قلت وخلصت، انبسط على عمايلك يا ميماتي. معلم كان عم يحكي طالع نازل، انا كنت عم حقق مع الزلمة، كاظم فهم كلامي غلط وانت بتعرف الباقي. قام قوصه معلم. اذا بدك تعمل شيء اعمل لي الي، اذا قوصته انا ولا كاظم نفس الشيء. برغشه ما عاد بيصير تقتل، برغشه ما عاد بيصير تعمل شيء بدون علمي، عم تفهم؟ اذا قلنا خلاص يعني خلاص معلم. العمر لك. احكي مع ألبير، قل له ما يخلي اسكندر يطلع من السجن. شلون بيقدر يطلع معلم؟ قال لي بده يطلع على القليلة بهالفترة ما يطلع. معلم بدك تقلي شي؟ لا. نحكي مع بعض شريك. أنا آسف معلم. كاظم أنت عن جد قتلت هدول الناس بدون ما تقصد؟ ولا حدا طلب منك تعملها؟ بالغلط معلم، نتيجة الضغط الزايد معلم. هات سلاحك. أعطي هذا لألبير. استنوني. أنا من كل قلبي حبيت فوندا بابا. بأول همرة كان فيها كل الجوانب الكويسة اللي ما بتظهر بسكندر، كأنه عطى خصوصية الزرافة لبنته وخلى لحاله كل السوق. ما كان يخطر ببالي أني بيوم أزعل على اسكندر،
حرق قلوب ناس كتير. هلأ أنا متأكد إنه رح يفهم يعني حرق القلب. بنتي إنجي، فضل موت ألف مرة بدل ما أفقدك. أفقد بنتي الوحيدة. نحن ليش عم نستنى طلعت اسكندر بيك من جوا؟ أصلاً ميماتي هلأ استحق الموت، هلأ استحقه طائين. يجي صاحب الجنازة وهو بياخد بتارو. اللي إلنا يا جوهر بيبقى إلنا، واللي لاسكندر بيبقى لاسكندر. نحن من عيبتك كنا نقتل النسوان خالي. أنا ما عم بفهم، وفوق منا بتقول ميماتي بيفهم بالأصول، وهو لهلأ ما بيعرف إنه السلاح ما بيمد عن نسوان. لو مدوا على مرته بفهمه، بس إذا مدوا على مرت خصمه هذا الرجال ما بيتسمى رجال. يعني اللي بدك تقوله إنه ميماتي مو رجال؟ ميماتي رجال، بس مين الرجال اللي مو رجال اللي كان معه؟ أنا هذا اللي حابب أعرفه. أف خالي، يا ما عمل فيك هالزلمة وانت ما عم تسمح لي احكي عنه كلمة. كأنه النسوان اللي بتسرق جزادين وبتزتن على الارض مو نسوان. علاك سمعت؟ سمعت. صارت سيئة. ما في حل للي وقع وللي مات. بس كاظم غلط، كان في كره لاسكندر. هاي الحركة عملت الزلمة مظلوم. مو كل هالقد البعير، فرق كبير بين المظلوم واسكندر. المهم اسكندر قايل للمعلم انه رح يطلع من السجن فترة قصيرة، اذا بدك رأيي يطلع فورا ورح اوصه انا براسه، بس المعلم ما بده. عم يقول خبر ألبير يترك اسكندر قد ما بيحسن جوا. منخليه. انت اخذت صدقي؟ مو انا، ميماتي. يتركه فورا. ما بيحسن. شو يعني ما بيحسن؟ بقلك إلنا واحد جوا، بقلك حتى اتصالك فيه خطر، بتقلي ما بيحسن رفيقي يتركه؟ ما بيحسن يتركه لانه مات. شو يعني مات؟ مات، انقتل. مراد على مدار عم يستخدم رفيقك، وهي ما بتمر بلا عقوبة أبدا. أونيصال هو اللي استخدمه. أونيصال كمان أمره أنه يقتل بنت اسكندر؟ لا، هاي القصة صارت بالغلط. ليأوصك ميماتي بالغلط. من هلأ ورايح ميماتي ما عاد يرتكب أي غلط. عن طريق مين كنتوا عم تتصلوا بصدقي؟ في واحد اسمه ممدوح، قول لأنه أهل المنطقة بيحبوه كتير بينادوه بابا ممدوح. وهذا وين عايش؟ عنده دكان باسطنبول ودكان بمنطقة وان، على الأغلب باسطنبول. يعني هو زلمتكم ولا مستقل؟ مو زلمة حدا، نظيف وشريف، زلمة بيحب الحق كتير. طالما أنهم قدروا يروحوا صدقي، معناتها بابا ممدوح بخطر كمان. واضح أنه اللي جايين جديد عم بيفرجوا أسلوبهم.
عدم التنسيق بين أجهزة المخابرات وخاصة وجود أنيصال بالإدارة عم بيودي الأمور لمحل ما بينطلع منه. أنت ضبوط فيك ميماتي وأنا بجيب واحد تاني منيح محل أنيصال. فهمت. إيه أنا بتصل فيك بعدين. سيدي عملت الاتصالات اللازمة بس ما ممكن ناخذ النتيجة النهائية إلا بعد الجلسة الجاية. بس قدمت طلب مشان حضور جنازة الأنسة فوندا. أنا عم حاول طالعك بإذن رسمي من هون. نادي لي المساعد سرقان. حبيبي نحن عم ناخد المتر المكعب ب 300 ليرة، هلا شلون بدك ياني اعطيك اياه ب 300 ليرة؟ انت بدك ممدوح ما يكسب؟ بلا ما يكسب. سلامة قلبك. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله ما تغيرت، هذا أنت. أنا بذاتي. ابني اطلب قهوة لعمك مراد وبعتوا الطلبية لأنطاليا وخلصوا. عفوا خال. ابني إذا قلت بعتوها يعني بعتوها. تفضل أخي مراد، تفضل ارتاحوا. أنت ما بتجي مشان خشب ما خشب. تفضل. والله انبسطت كتير بشوفتك. بس أنا حابب أعرف شو اللي جابك لهون يا مراد؟ سمعت باسمك كتير، حبيت أتعرف. يعني بفهم من حكيك ما في أي موضوع؟ ما في أكتر من المواضيع يا بابا ممدوح. أهلا وسهلا. يسلموا إيديك. هات جيب لي فنجاني لهون يا ابني. لو انك اجيت من زمان يا ما كان عندي شغلات احكي لك اياها. هلا لا تزعل مني، انا ما بحكي باي موضوع. ليش؟ لان السكوت احلى من اي جواب. اذا انت ما حكيت بتحكي عنك المنظمه وبيحكوا العملاء. ابني اذا حكيت شلون بدي احكي؟ بتحكي عن المنظمه، المنظمه بتقول عميل. واذا قلت للدوله عفوا انت غلطتي، اللي بالدولة بيقولوا عمي. والله الواحد ما عاد يعرف شو بده يحكي. طيب الناس شو بيقولوا؟ حدا عم يسمعه؟ لا. ناس يسكتوا ويموتوا؟ والله الكل بدهم اياهم يموتوا بس ما يحكوا بأي شيء إلا أنا. بس كمان أنا ما برضى تكون المنظمة هي الممثل الوحيد لشعب المنطقة. مين رضيا؟ أنا شعبي طيب بيقبل باللي قاله الله ونزله بكتابه. انت بتعرف منيح قديش الناس هنيك متدينين. بس حتى هي عم تخلص. بس من كتر ما نزفوا دم 26 سنة ما بقي عند الناس دي. طلعت مرة اسمها لالا زارة من اول موجودة. لمعوها شوي قاموا حطوها للمسكينة بالواجهة. التقت فيك؟ لسه ما التقيت بس رح تجي. وهي بدك تسكت معها؟ بدي اسكت؟ شو بدي احكي يعني؟ المرة طرشة ما بتسمع صوت غيرها، بتسمع حالها وبس. هاي المجموعة أمرت بقتل صدقي قزلطاش. صدقي؟ آخ آخ آخ. بعرف إنه كان على تواصل معك، حبيت اجي اقول لك تنتبه. اذا بدك ببعث لك حدا يدير باله عليك ويحميك بلا ما يغلطوا معك. ان شاء الله. تسلم يا ابني، الله يرضى عليك. مو اقتنع الشباب اللي بدك تبعته؟
بدل ما يصير عليهم شي يصير علي. ما رح يعملوا لي شي لا لي ولا للناس اللي حوالي لأنهم بيخافوا. زميل أوزجان، القيادة لقت إنك مناسب تكون مسؤول المدينة، بتمنى لك النجاح. شكراً إليك، ما رح خجلك لا أنتي ولا القيادة. شو أهم خصوصية للمدينة الكبيرة أوزجان؟ الخيارات الإمبريالية كتيرة لدرجة بتخلي الثورة يكون بلحظة عميل مباشر أو غير مباشر. الثورة بالجبل ما بيفكر غير بالثورة والقيادة، هون في خيارات كتيرة يفكر فيها. بدي منك ما تفكر غير بالثورة وتعمل اللازم. حكي واضح أوزجان؟ شو هي أوامرك يا خانم؟ أنتوا سمعتوا بالزميل صدقي؟ إيه سمعنا. أنا بدي جنازة تليق بزميلنا الثوري الراحل مشان الانتقام. شو رأيك يكون تحركنا بعد الجنازة؟ ما في انتقام لفترة، بدنا نقدم ضحايا قد ما منحسن، وكل ما قدمنا ضحايا منقدم رسائل السلام. رح يكون كلامنا سلام وفعلنا دائما حرب شديدة. بدنا نلتقي بالإقطاعيين الأكراد الأغنياء بالمدينة، واللي ما رح يمشوا بخط القيادة بدنا نقتلهم. إذا هنن ما بيخدموا شعبهم، جسسهم بتخدمه. قضيتنا بيلزمها مراسم جنائزية كتيرة. العمر إلكم سيدي. سرقان، بدك تطالعني من هون. عمل تمرد المساء، وإذا اضطريت أحرق السجن، بس طالعني من هون. سلامة عمرك وعمرك. داود بيك، أنا حبيت خبرك بنفسي. لما راح ميماتي هاجم بيت اسكندر أخذني معه. بولوت، لتكون كنت هنيك. أنا ما كنت بعرف شي، لما وصلت عرفت. لو قتلتوا اسكندر شو كان بدكم من بنته؟ داود بيك، صارت حادثة فظيعة. لما فتت أنا وميماتي على البيت كانت البنت ميتة. بولوت، برأيك هالحكي ممكن يهمه الاسكندر؟ وكل اسكندر ما بيهمني إلي كمان. أنا حبيت حطك بالصورة وبس. هلأ إما ميماتي حيموت أو حيموت اسكندر، هذا طريق بلا رجعة. أهلا وسهلا خانم. أهلين وسهلين. خالي هات القهوة. شلون بتحبي تشربيها؟ قهوتي سادة. أهلا وسهلا ست هالة. أهلين وسهلين. عم نلتقي بالأصدقاء الأكراد بالدياسبورا، وأنا حبيت زورك بنفسي لأخذ رأيك. بنتي أنا بعرف شو معنات كلمة الأكراد، بس هاي الكلمة التانية شو معناتها؟ دياسبورا بتعني العايش برات كردستان بعيد عن وطنه الأم. ست هالة أنت إجيتي لهون بالغلط، روحي للأخوة برا. أنا عايش بوطني ومبسوط كتير بالعيشة هون بين أهلي وناسي، وبوان الحمد لله الأمور ماشية. بسبب أفكار الناس اللي مثلكن شعبنا عم بيعاني. هلأ عم تقولي من 30 سنة ما عانى منكن وعانى مني؟ شو في يا ست هلأ؟
هاي الدولة التركية يمكن تكون صح غلطت، وهذا الغلط اللي غلطته الحكومة التركية كان مع الأكراد والأتراك سوا، بس ما حدا من الإخوان الأتراك غلط مع إخوانه من الأكراد، ولا حدا من الأكراد غلط مع إخوانه من الأتراك. هالشي ما صار أبداً. أنتوا عم تخربطوا بهاي. أي إخوة؟ أنت عم بتقول إخوة؟ نحنا مالنا إخوة من غيرنا. شو نسيان إنه إخوتنا عم ينهانوا بالمدن بسبب هويتهم؟ عم يتعاملوا معاملة من الدرجة الثانية، لا بيشغلوهم ولا بيجوزوهم بناتهم ولا بيسكنوهم. أنا بحياتي كلها ما صرت درجة تانية، وما شفت حدا من إخواني درجة تانية. تعرفي إنه أنتوا بهالشغلة ما بتفرقوا أبداً عن القيادات السيئة بالدولة. معناتها حفيدك ليش طلع ثوري؟ إذا ما في ظلم أبداً ليش تمرد وطلع على الجبل؟ أنا ما قلت أبداً ما في ظلم، وما قلت ما في غلط، بس ما بقول حفيدي عمل صح. قلي لي مين صلح الغلط بالغلط لحتى تصلحوا أنتوا؟ بلاها خالي، ضيفتنا ماشي، رح تشرب القهوة بمحل تاني. اتصل ببولوت يجي لهون؟ لا، يروح لعند زازا يقول له انه بدي قابله. معلم، هذا السافل حط نار بسرير علي ميماتي. ميماتي، اذا ما خلصنا من هاي الشغله في له بدها تنحرق. انت اعمل اللي عم اقول لك عليه. مثل ما بدك معلم. زعلانة كتير. انت منيح؟ بدي اطلع من هون هلا. لازم تروحي. شلون حتطلع؟ زازا، المعلم مراد على مدار طالي بيقابلك. بولوت، منين طلع لي مراد؟ كان يقابلني ميماتي وما ايش الحال. انت رجال بتعرف الاصول، الخصومة شي والمقابلة شي. البرد نخر لي اعطامي نخر. جوهر، جيب لي المانطو، المانطو تبعي. جوهر، ما قال لك لشو بده يقابلني؟ ما قال لي شيء ابدا. ليك، اذا الشغله بتتعلق باسكندر بيك لا تدخلني بنوب. زازا، ما حدا بياخد برايك ورايي. اذا لازم تخفيف الضغط، شو بيلزم اتنيناتنا نحن بنعمله؟ لوين رايح خالي؟ البرد نخر عظامي لك جوهر. بولوت غيم وبعده بطر، مشان هيك. شو عم بتقول جوهري؟ بولوت، يعني هلا انت عم تقول ضغط مراد 18
ما هيك؟ فوق الـ18. بس ضغط اسكندر بيك هلا 55. شلون هاي بدها تصير؟ زازا قلي ليش في حدا اعتق منك؟ نحنا بدنا ننزل الضغط. يتفضل يجي ويشرب قهوتنا كمان. خالي اذا بيجي ميماتي لهون بدك ما تاخذني، بدي اوصى بنص راسه. بدك تقوص عصفور؟ شو بدك تقوص جوار؟ يلا بولود دبر اللقاء معلم، بس زازا أصر إنك تروح على محله. قلن يجهزوا لي السيارة. معلم أنا كمان رايح. ميماتي أنت وكاظم ما بتتحركوا من هون. معلم مين هذا لحتى تروح لعنده؟ من شانكون أنا بروح لعند الشيطان. بتنقلوا هدول المساجين من المهاجع وبتحطوهم بزنزانات. ليش؟ بدهم يعملوا تمرد مشان يطلعوا اسكندر الكبير. لا في تمرد ولا اسكندر ممكن يطلع. اذا نقلنا هدول من مهاجعهم وقتها رح يصير تمرد. هدول الرجال اذكياء، ما بيصير شيء ابدا حضرة المدير. انت اعمل اللي بقول لك عليه. يلا انتو خدوا راحتكم، جوهر بيدير باله علي. انت ليش قاعد بالمانطو بهالشوب؟ شوب؟ يمكن عندكم ربيع وصيف، بس هالسنة ما عم يخلص الشتي عندي أبداً. راح يخلص وراح يجي الربيع ويجي الصيف. يمكن وقت اللي يجيكن الشتاء يجينا الربيع. زازا بدك تدبر لي لقاء مع اسكندر. مدير السجن هنيك والمدعي العام هنيك، اذا بدك روح قابله. الدولة تحت امرك، يعني راح يقولوا لك لا؟ اسكندر راح يطلع من جوا، وقبل ما يحكي معي لا هو ولا انت بتعملوا اي شيء. لازم نحل هالقصه. خير ان شاء الله. ليش قوصت براس كاظم وميماتي؟ ليك زازا، اسكندر حقن ميماتي بالمخدرات. حاله عبد الحي كلياتنا بنعرفها. يلي عملوا مع تركي ما بيعملوا بني ادم. قتل اياد، قتل عزت، قتل محمود، قتل مرت أخي حكمت، حرق المسكينة وهي عايشة. إذا بيرفض يحكي معي لأنه بنته ماتت وبيحاول ينتقم، ما في لقله ولا للي بيسلم عليه لا ربيع ولا صيف ولا حتى شبر على الأرض. أعمل اللي بدك تعمله، ما حدا ماسكك. ليك زازا، أنا مو جاي لهون أعتذر وأتأسف. أنا وعدته للزلمة، قلت له إنه بنتك رح تكون بحمايتي، والحادثة اللي صارت صارت بدون علمي وأنا عم أوعده. إذا بده يحول هاي الحادثة لخصومة شخصية فمثل ما بده يحولها، بس بالأول يحكي معي. Thank you.
إجا لهون الزلمة تبع المخابرات ونصال؟ لا، المدير ألبير. نقلوا جماعتنا على الزنزانات. للأسف اليوم منقدر نعمل تمرد سيدي. سرقان، قلت لك لازم أطلع من هون. ما بتقدر تعمل تمرد، احكي مع النقيب وطالعني من هون فورا. شو قال فيلر؟ قال اسكندر عم يعمل شي مو معقول منشان يطلع لبرا. بابا، فيلر بده يعمل هالشغلة ولا لا؟ يحكي بوضوح. قال كرمال خاطرك انتي رح يعملها. رح يهربوا ولا رح يطالعوا نظامي؟ هرب او ما هرب، شغل بيناسب اسكندر ما بيناسب فيلر. عندك زيارة؟ ما بدي حدا يزورني أبداً. نادي لي المساعد سرقان. المساعد سرقان نقلوا له محل تاني، والنقيب أخذ إجازة. الأمور ملخبطة شوي. مين اللي جاييني؟ قدروا يزتوني هون وما عاد بدهم يطالعوني. ما بحب السجن أبداً. شلون رح نعمل الجنازة؟ جوهر عم يقول ما بصير نأخرها. بدكن تستنوا لحتى أنا أطلع لودع بنتي لآخر مرة. معناتها المحامي ياخد إذن للجنازة ومن هنيك من هربك. ما عاد بدي أعيش هربان. مراد علم دار إجا لعندي وطلب يقابلك. إيه؟ إجا لعندي وقال لي إنه زعلان على الأنس اسكندر الصغيرة، وإنه هو جاهز يعمل شو ما لزم بخصوص هذا الموضوع، لأنه هو كمان جاي بنت. قال أنا أكتر واحد بيفهم اسكندر. فوتوا لا شوفي فوت. يلا اركع. ممدوح جولداغ، تعرف شو عقوبة خيانة الشعب؟ روحوا انقلعوا من هون. رح روح، بس ما رح روح فاضي. ابن اختي خالي. عويص عويص ولك سافل. مو هلأ.
المحكمة تخلت عن صلاحياتها، ملفك حينتقل للمحكمة العسكرية، أطلق سراحك. ممتاز. اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل معلم اسكندر ما رح يقابلك. رح يقابلني. بصب الله. عود عليك أخي.
روح يا إنجي. شو أنت مو رايح؟ رايح بس مو هلا. اسكندر معناتها أنا رح أبقى معك. أنت أغلى شي عندي بالدنيا كلياتها، وما بدي يصيبك أي أذى أبدا. لهيك لو سمحتي، لو سمحتي اعملي شو بقلك. بترجاك ما تتصرفوا بعصبية. الشي اللي بدك تعمله فيلر بيعمله. بتعرف اتفاقه معك لهلأ ماشي. جوهر وصل الست إنجي. قابل مراد. بنادي على المحل تبعنا؟ خليه يجي لهون. معلم بيقول لك بولوت اسكندر عم يستناك بالمقبرة. طيب طالع. طالعين شريك؟ رح روح لوحدي. معلم هدول ما بينوثق فيهم. أكتر شي بيرجعوا بكلمتهم، ما رح يصير شي مماتي. اتنيناتكن ما بتتحركوا من هون. سلامة عمرك. بعد ما رحت من عندي اتصلت بميماتي، بس كانت الحادثة صارت. مبروك عليك. سمعت بدها تجيك بنت. بتمنى لبنتك وأمها وإلك طول العمر يا مراد علمدار. ليك اسكندر، هاي مو أول مرة منتعادى فيها، بس ما بقي أي واحد من حوالي ما قوصته، وكنت أنت سبب أساسي بكارثة بحياته. طلعت وإجيت لعندي وطلبت مني إنه تكون بنتك بأمانتي، وأنا وعدتك حافظ على أمانتك. وللأسف قبل ما توصلني أمانتك وصلني الخبر الأليم. أنت بتعرف منيح إنه أنا ما بأذي الأبرياء، واللي بيشتغلوا معي كلياتهم ما بيأذوا الأبرياء عن قصد ومعرفة. مثل ما قلت، أنا أجيت لعندك وأنا صادق. أنا أعطيتك وعد وإنت وعدتني، وأنا وعدي لهلأ لساته ماشي. أنا بدي قاتل بنتي، بدي كاظم. بيضل الوعد وعد بيني وبينك، وبتكون بنتك بنتي أنا كمان. تعرف يا اسكندر أني ما رح أعطيك حدا، بس إذا بتوعدني تلتزم بوعدك بخليه يروح يسلم حاله للعدالة وياخد عقوبته. مراد، أنا
بدي منك مقابل بنتي قاتل بسيط. مو راسك انت يا مراد، ولا كمان راس لميماتي، حتى مو راس بنتك اللي راح تولد. ما بدي منك غير راس كاظم وبس. أنا بحياتي كلها ما كان عندي قتلة ولا راح يكون. إذا بدك تأخذ بتارك أخده مني. معلم، برأيك شو رح تكون النتيجة؟ القصة ما بتتعلق فيك. معلم، نحن ما عملنا شي غلط. طبعاً نحن ما عملنا شي غلط لو المعلم معاطي كلمة. للأسف طلع عاطي كلمة. معلم، في وعد بهي الشغلات؟ ابني، بهالبلد أحياناً الكلمة بتأثر أكتر من رصاصة، والكلمة أتقل من الذهب. اتصل بعابد، خليه يجيب عبد الحي والدكتور لعندك، وخبر جولدانا كمان، بدنا نقعد ببيتك لفترة. ما فهمت معلم. لوين ما رحت بدكن تروحوا معي، وشو ما بتنفس بدكن تتنفسوا، ما بتبعدوا عن عيني ولا دقيقة واحدة. معلم، انت عم تعاقبني إلي ولا الاسكندر؟ ما بقى غير نلبس تنورة ونقعد بالبيت مثل النسوان. والله اللي بيقتل المرة هذا اللي بيستاهله. المهم، طالما أنا لابس بنطلون، أنتوا كمان بتكون تلبسوا بنطلون. ما بقى كتير سيد علي ميماتي، إن شاء الله عرسنا بيكون بالصيف، وبالشتاء بنجيب لك ولد تلعب معه. هس. ألو؟ اي ماشي اخي، تفضلوا يجوا اهلين. قد ما يجوا ما بتفرق معي اخي، رح احطهم على راسي كرمالك. ما في حدا اخي، هذا ابنك علي ميماتي عم يلعب ويكاغي. ماشي اخي. سيد حسني الجماعة جايين لهون، يلا اطلع بسرعة لو سمحت. السيد ميماتي شو قوله شغل هون بهالوقت؟ مو بس الأخ ميماتي، معلم مراد وكاظم والأخ عبد الحي جايين كلهم سوا، بعتقد جايين بهالوقت مشان الغدا. ما بتطلع غير براسي، ما لقوا محل ينزلوا فيه بكل اسطنبول؟ لك هالزلمة ما بقى يعرف شو بده يساوي لحتى ما يعطيني إياكي. حبيبي سيد حسني، لو مو صاير شي ليش ليجوا يعني؟ معناتها في شي كتير مهم. حبيبتي جولدانة، هاي الأخيرة، خلص انتهينا، ما بقى اسمح لك تخدمي حدا، وإذا أنت حابة تخدمي قفصك الذهبي والثمار اللي رح تجينا منه. قولك زعرة؟ ما
زالت سحابة الرماد تعطل حركة الطائرات في غالبية مدن أوروبا، وهناك عدد كبير من مواطنين عالقين في المطارات الأوروبية، ولا تتخيلون المآسي التي يعاني منها الركاب، فهم يتوقون للعودة إلى بيوتهم في أقرب فرصة. إليكم بعض المشاهد في غالبية هذه المدن. Her yerde mahsur kalan, evlerine dönmeye çalışan çaresiz insanlar. Ana Biftah. Çok mutlu, çok telaşlı, stresli bir zamandaşan çaresiz insanlar. Bugün uçak seferlerinin %75'i gerçekleşti. Avrupa Hava Kontrol Ajansı yarın uçuşların normal seyrine dönmesini beklediklerini açıkladı. Şu hada mahal. Hada beytak. أنا كنت عايش هون؟ هذا بيت السيد ميماتي. مين هذا ميماتي؟ بيكون رفيق روحك. أنا ولا أنا؟ تعال. شوفي هالقطعة مع أحلاها ماما، حلوة كتير. والله من زمان كتير ما حسيت حالي مبسوطة كل هالقد. لو تشوفي ثياب الأطفال اللي بالمحلات شي بيطير العقل. وهالجرابات كتير حلوة. لو ما اشتريتي جرابات ماما، مرت عمي عم تساوي لها. ما قدرت ما اشتريهم. يا ريت بابا شافنا. إبرو، ليش عم بتدوري على فرصة لتقلمي حالك؟ مو حرام عليكي؟ رح نديلك عمران، ها؟ لا دخيلك. جيته لهون فادته منيح. هلأ كل ما مارس حياته الطبيعية بيكون أحسن له بكتير. يلي عم تسميها حياة، هاي هي. لازم يضل محبوس بالبيت، بيضل أحسن من المشفى. معلم، إذا بدك منطالع عبد الحي المساء ناخده على النوادي الليلية. ميماتي عبد الحي بحياته ما راح على نادي. إذا لهالعمر ما راح على نادي لازم يروح شي مرة. طلع من البيت ما في طمن. ما بيصير إلا تطلعوا؟ قلت لكم رجلكم على رجلي. ماشي معلم، معناتها أنت خدنا على النادي. أنا عم بحكي من شان مكانتنا، حتى ما يقولوا إنك هربت من اسكندر. أنا عم أهرب من البلاوي، عم هرب الكل من البلاوي اللي ممكن تجيبوها. إذا ما مشي الحال رح أضطر أقفل عليكم البواب، فهمت؟ ايه فهمت معلم، بس ما بيمشي الحال هيك. تفضلوا. اختي اعطيني شاي الي كمان. اخي بهالوقت بتطير نومتك. ايه حاجتك قر، روحي سخني لي حليب معناتها، وفوقها حطي لي اياها بالببروني وانا بشربها. معلم اسكندر طلع من زنزانة وانت دخلتنا على زنزانة. على قلي أوسع من القبر. معلم منروح من قوص براس اسكندر ومنخلص من الأحكام العرفية هاي.
ما بي عند اسكندر بنت تانية تقوصوها براسها. هالمرة بتروحوا بتقوصوا إنجي وبتعلقونا بمشكلة مع داود. معلم، معناتها أنت اسمح لنا نقوص براسنا؟ وقت اللي بقرر أقوص أنا براسي بتقوصوا حضرتكم براسكن. شو هاد؟ وأنا شو عرفني؟ فكرتك طلبته عن جد. جولدان، انت شو عم تعمل؟ عم بعمل رياضة الصبح معلم. اعمل اللي بدك تعمله جوات البيت، يلا لجوا. صباح النور أخي. صباح الخير. صباح الخير أختي. شو رأيك تعملينا بيض بندورة؟ بس ما في فلافلة بالبيت أخي، معناتها ببعت كاظم يروح يجيبه ويرجع. معلش يعمليها بلا فلافلة. ماما عم موت. طولي بالك بنتي، هلأ رايحين على المستشفى. ست الكل، بين ما توصل سيارة الإسعاف بنكون وصلنا. خلينا نروح بسيارتي. يلا حبيبتي خلينا نتحرك شوي شوي. يلا عمران. طيب ماشي جاي. عابد اتصل بتركي، إبرو متسممة، لازم نروح على المشفى. مين إبرو؟ اسكندر مسممة؟ عابد انت يبقى هون، خلينا نمشي مماتي. يلا كاظم. شي بالليل ولما فقت الصبح ما شربت غير حليب. لا تكون خالصة مدته. لسه مبارح اشترينا. السفة اللي سمم ومرتاح. ست الكل انت قوية كتير ورهب كمان، بإذن الله ما بيصير عليكم شي. قال الدكتور انه ما في لزوم لغسيل المعدة،
هذا مو تسمم، هي شغلة ناتجة عن الغازات اللي عاملها الحليب. كيف وضعه؟ منيحة كتير سيد مراد، أعطيناها سيروم حتى تشد حالة. عمران أنا مو قلت لكم بتدقوا بكل الشغلات اللي بتشتروها من برا؟ مو هذا السبب معلم، نحن مندقق كل المشتريات. ابني نحن توهمنا شوي لما كانت عم تراجع. الحمد لله يكون وهم ولا شي تاني. سيد مراد، في شباب من مديرية الأمن عم يستنوا بغرفتي، بدهم ياخدوا إفادة مشان حدثت أول مبارح من السيد ميماتي وكازم. خدوا الشباب لحتى نروح. ما فيكن تاخدوا إفادة الشباب هون؟ سيدي لازم يروحوا معنا على مديرية الأمن، هيك تعليمات المدعي العام. بلا ما نحط رفقاتنا شرطة بموقف صعب معلم، منروح. معناتها رح روح معكم. معلم لا تعذب حالك. امشوا. نحن بالمطالعة اللي رح نقدمها للمدعي العام رح نقول دفاع مشروع عن النفس. أصلاً هي هيك. انتو خدوا راحتكم بالكلام، انا رح تابع كم شغلة. معلم حكيت مع المدعي العام، ما في مشكلة بالنسبة لميماتي، بس في مشكلة بالنسبة لكاظم. اذا بنقدر نأمن على حياته بالسجن خليه يفوت لجوا احسن. ما في مشكلة بالسجن، هونيك بنحميه بسهولة اكبر. معلم إذا بدك كمان أنا بفوت، قصدي من شان الأمن معلم، وأنت بتريح حالك. كاظم رح يبقى لفترة والليلة حيبقى هون؟ ايه معلم. الصبح منروح سوا على قصر العدلي. معلم نحن مندبر راسنا، أنت روح، أكيد ما رح يصير علينا شيء. خبر الشباب وقل لهم يحضروا له أغراضه لكاظم. صحة وهنا. طارقان لساته هون؟ لا، انتقل على المكافحة. رضوان كان هون. هدول الألمان حرقوا الزلمة، حرقوه. ايه وشو علاقة الألمان؟ معلم مين أكبر منافس للألمان ببطولة أوروبا كلها؟ نحنا. وهون مين بيعرف كرة قدم أكثر الكل؟ رضوان. طيب الألمان بيتركونا يا ما بيتركوه؟ هاي هي الشغلة أخي، ما فكرنا هيك أبدا. ما بدك تفكر عالضيق أخي، لا تفكر عالضيق. لعب أمريكا وألمانيا وروسيا على تركيا بيخلص ليش؟ أصلاً بالزمانات الألمان عملوا عملية لرضوان، عطبوا أحسن لاعب بتركيا كلها. نقدر نطلع بالأول، منروح على المعاينة بالمشفى وبعدين على المحكمة. رايحين. شكراً. نحن ما فينا شي أخي، أكلنا وشربنا يعطيكم العافية، معاينة شو؟ امشي ميماتي. لبين ما نشرب الشاي بيخلصوا معاينة وبيطلعوا. ماشي ميماتي، فوتوا انتو ونحن رح نستنى هون. كاظم انفحص منيح يا بطل،
ما بقى بتجيك هالفرصة أبداً. ها ماشي معلم. سيد ميماتي تفضل لهون. تفضل سيد كاظم. سلاح لو سمحت. دكتور أنا ما فيني شيء الحمد لله، أنت اكتب تقريرك لنطلع. كمان البنطلون؟ لا بلا. بنعمل لك اللقاح ورح نصرفك. لقاح شو أخي؟ إجراء روتيني، لقاح ضد الأمراض السارية. أنا تجاوزت سن اللقاح من زمان دكتور. اكتب تقريرك لأطلع. يلا ماشي. هي ايده وسط اللي بنتي. ميماتي هو اللي أعطاك الأمر؟ لا، يعني حضرتك أنت اللي قررت من عندك تقتل بنتي؟ شلون بيتسللوا هيك؟ مو دكتور واحد اثنين؟ انتوا عم تلعبوا فينا؟ الو انا طلبت منك كاظم، ما اعطيتني اياه. كاظم مات وهلا انا بدي منك ميماتي. اعطيني ميماتي وبتصير بنتك مثل بنتي تمام.